السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين يا جماعه؟ زي ما عودناكم كل يوم في جديد مسوش الشركات واللايكات والحركات، عايز الفيديو ده يوصل اكبر عدد من الناس. زي ما قلنا قبل كده شعارنا هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ زي ما عودناكم كل يوم في الدين مسوش الاشتراكات واللايكات والحركات، عايز الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس. النهارده ان شاء الله رايحين عند ناس حبايبنا مكلميننا، رايحين نشوفه عندهم، عاملين مزرعة فعنده ان شاء الله بيقول لك كلاب حلوة. هنروح نشوفه ايه الدنيا، كلاب كويسة مش كويسة، عامل على سطح، عامل على مزرعة، عامل هنا اهو. كل واحد زي ما بنقوله ربنا يسهل للجميع وربنا يحببنا في كل الناس ويحبب الناس فينا. وان شاء الله كده رايحين. طبعا المشوار ما رضيتش اصور بقى المشوار واحنا ماشيين، لان برضو يعني كام ناس كده الحبايب والراجل برضو في العجمي اسمه محمد، هنروحه برضو ونتعرفوا عليه ونشوفوا ايه الكلاب اللي موجوده عنده وايه اللي بيبيعه ايه اللي ما بيبيعهوش، وهنعرض لكم الحاجات اللي احنا رايحين نبص عليها. يلا بينا نروح نشوفوا استاذ محمد. ووصلنا الحمد لله كده محمد اللي هو طالعين نشوفه. يا حماد وهنطلع بقى عند محمد ان شاء الله كده نشوفه ايه الدنيا ومسهل الحال. يلا بينا. دور كام محمد؟ الرابع. طب الحمد لله ها الرابع. ايه ده انت جايب دي كسر السوسته اللي جايبها للكلاب دي برضه؟ حلو قوي يا عمر، يبقى هات لنا واحده زي دي. ماشي. نحطها فوق على السطح عندنا. طب مروان وزين لو مسكوها مش هيسيبوها. بس هو ابتدت تنام بقى اهو، ابتدينا نسمع حاجات. الحمد لله وصلنا بالسلامه. ماشي يا جماعه كده. اللي داخل معانا السطح يسمي. بسم الله كده حمو ورينا شقه كده حمو مش نشوف شكلك كده. ده ذكر؟ مين ما شاء الله؟ Huh?
وسلاسل. طب انت مفيش مثلا قدر الله الجنشات دي حد مثلا حاجه في الجنشات ولا حاجه حصلت وتاخد بالك من الجزيره اللي عند البلد بتاع كمان. بس انا شايف فيها مداوره مداوره اللي مهما يلف في الجنشات عشان عجلته واقعه في الهوا فنون من غير مدوى. لا من غير مدوى معوره لا قدر الله يعني اللي كان في المستشفى ده. ربنا يا رب يزيدك ويرزقك يا رب كده ويراضيك خير. طب انت المزرعه دي يعني بناء عن يعني مثلا انت بتبيع بتشتري بتفرق بتعمل ايه؟ والله في البدايه غير يعني والموضوع ده كله بسبب حب الكلاب. ما انا بحب الكلب بحب الكلبين مش عارف كل الكلاب اللي انا مثلا وانا نازل اخد كل الكلاب فيها دي يلا يا توسكا يلا ماشي يلا كده بس هي الكلابه بتكبر معاك. انا بحب بس لازم يبقى برضو ايه ما انا بصرف وبراح وبيطلع عيني بالظبط في جراوي بقى ان شاء الله ربنا بيبارك ان شاء الله. يعني انت الحاجات دي مثلا الحاجات الكبيره دي بتبيع منها او ما بتبيعش؟ لا كبيره يعني كبيره ما بيبيعش بتطلع جراوي يعني بتفرق بتنتج منه بالظبط كده. ربنا يا رب يرزقك يا رب ويسهلك الحال. طب انت في حاجه تانية هنشوفها ولا كده؟ الحمد لله يعني. برضو انت متجوز لحد بره ولا انت حد مثلا جنبك قال لك عندي كلب عايز اجوزه؟ لا لو نتاع عجبتني مثلا بكر مثلا من بره يعني عجبني ممكن يعني حاجه عجبتني برضه هسيب لكم نمره محمد لو حد عايز يتواصل معاه. يعني هو ما شاء الله ما شاء الله يعني ربنا يزيده وقعدك في الدار تحفه الحاجات الجميله ربنا يرزقه ويبارك له.
ودكر بيت بول اهو فيه حجم وجميل ومقاس وفيه فتحه صدر جميله قوي. هات الكلب اللي فك. هات الكلب اللي فك. هات الكلب اللي فك يا جاهل. كان زماننا اتعملنا فتة دلوقتي وبص. يا محمد. سهلة. ده كان زماننا دلوقتي. عندي من رد. كنا بقينا فتة دلوقتي الحمد لله ربنا صح. الحمد لله. بس خلاص. خير خير كله خير الحمد لله. اكتر ولا اكتر سيب لكم نمرة استاذ محمد تحت في الديسكريبشن. اي حد حابب يتواصل معاه سواء مثلا في جوازات او ربنا لما يرزق مثلا في جرابي او حاجة. هو محمد انت فين هنا محمد؟ في العجمي في البطاش. اي حد بقى حابب يتواصل النمرة هسيبها لكم وربنا يسهل للجميع. شوف مثلا حد يسألك انا كنت شايف عندك كلب ولا البيع ده الجواز ده كده اهو ربنا يسهل يا رب للجميع. طيب ورينا بقى الشقه كده اهو شوف الدنيا برده يكون واحد عنده شقه برده كده اهو حابب يعمل زي مثلا نظام. اوعى انا هتاكل. بسم الله ما شاء الله. طبعا دي شقه هو بينزل الكلاب تحت بس احنا عشان كنا فوق فقال لك ايه عشان السوق طبعا شايفين مش عايز حد يصغر من الكتابات اللي موجوده على الكتاب دكتوماس زي ما انتم شايفين الجوازات. انت بتكتب الادويه الجوازات كل حاجه سماره وهمره بنور. ايه همرة ابو نور ده؟ جوازة الهمرة؟ جوازة مجوز يعني؟ ربنا يا رب يزيد. الشات دي طبعا بقى زي ما انتم شايفين اهو هو اللي اتشقى وعامل الجنشات اهي وحاجات يعني طبعا تغني يعني ذات نفسه الطبالي اهي ده ذكر ولا التاني؟ التاني دي اللي بتتضرب لفوق هي دي من التاجة جميلة ما شاء الله كلبة مرعوبة اه ما شاء الله ما تنزلش الشارع. دي ينفع؟ دي بتنزل ده اللي فتح دي وده
بس 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 تعال تعال النهارده. وإلى هنا سادتي وسادتي، ضع حركتنا اليوم وإلى اللقاء.